وأيضا لا نحكم يا أخواني، لا نحكم على أي إنسان من زاوية واحدة. ما نشوف واحد مثلا متأخر عن الصلاة قل هذا دائما يتأخر عن الصلاة، ما من فائدة هذا. قد يكون عنده عذر. يوم الأيام يا أخواني في معلم في الجامعة، دكتور في الجامعة، يلبس ساعة نسائية، ساعة نساء، وكل الطلاب يضحكوا عليه ويعلقوا عليه، وكل ما مر يسقطوا عليه كلام بأن هذا شوف الرجال ما تسوي كذا، الرجال ما تلبس كذا. إلى يوم الأيام مسك أحد الطلاب قال: أتعلم هذه الساعة ساعة من؟ قال: هذه الساعة ساعة بنتي التي توفت منذ زمن، وأوصتني بأن ألبسها، وأنا أنفذ وصية بنت الحبيبة التي قطعة من قلبي فارقت هذه الحياة، وبالتالي أنا أتمسك بما تبقى من هذه البنت في معصمي هذا اللي تضحك أنت علي. لا تعلم ما هي تفاصيل كثيرة. دائما نقول المفروض هو يسوي كذا، المفروض هو يسوي كذا، سوى كذا بس ما نجح معه. حصل واحد داعية محاضر وابنه ما مستقيم مثلا، يجي واحد يقول لك هذا لو فيه خير كان يصلح ابنه في البيت، صح ولا ما صح؟ نسمعها واجد هذه. ولا واحد محاضر وأبوه ما مستقيم، يقول هو لو فيه خير كان أبوه يكون أول واحد يستقيم، صح ولا ما صح؟ اسمعوا معي يا أخواني وأخواتي وصل النساء. سيدنا إبراهيم أبوه أسلم لم يسلم؟ هل التقصير من سيدنا إبراهيم؟ حاشا لله، ما كان سيدنا إبراهيم قصر معه، لكن لم يسلم. سيدنا نوح ابنه ركب السفينة لم يركب السفينة، هل كان التقصير من سيدنا نوح؟ حاشا لله. محمد صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب أسلم، تبت يد أبي لهب وتب. عم أبو طالب أسلم، هل التقصير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. حتى هذا الرجل اللي يقدم لك محاضرة وابنه ربما لم يستقم أيضا لم يقصر، تقول المفروض نصحه، المفروض جلس معاه يمكن ألف مرة جلس معاه، ما مطلوب منك توجهه. ولكن يا سيدي قبل أن تطلق الأحكام، في ناس يعتبر نفسهم هم النموذج، ماسك في يد الأحكام ويعطي هذا في الجنة وهذا في النار، هذا يصلي معنا الفجر خلاص مبروك أنت تدخل الجنة إن شاء الله، وأنت ما تصلي معنا الفجر أنت تدخل النار. من أنت أيها الإنسان؟ من أنت لكي تطلق هذه الأحكام؟ هذا الموضوع بغاية الخطورة، هذا الموضوع إذا انتشر بغاية الخطورة. لا تعلم كم من الجهد بذل هذا الإنسان. في قصة جميلة يحكيها لي الدكتور محمد راتب النابلسي، كان في لقاء تلفزيوني معي فحكى لي هذه القصة الجميلة. يقول في الشام معاهم إمام مسجد تقي ورع كل الصلوات ويقرأ وحافظ القرآن، ويوم من الأيام كان نائم في المنام فرأى رؤية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الإمام: اذهب إلى جارك فلان وبشره بالجنة، اذهب إلى جارك فلان وبشره بالجنة. صحى هذا الإنسان منه، ليش جاري ما يصلي مثلي؟ أنا أصلي أكثر عنه، أنا حافظ القرآن كامل، هو ما حافظ القرآن كامل. فذهب إلى جاره قال: بالله عليك تخبرني ماذا تفعل لكي أرى هذه الرؤية؟ ما رضى يخبره لحد ما حلف عليه، قال: ما أطلع اليوم من بيتك إلا تخبرني ماذا فعلت لكي أرى هذه الرؤية. فقال: دامك أصريت علي سأخبرك ولكنه سر. قال: تفضل. قالت: يوم الأيام تزوجت، وإذا بي أكتشف بأن هذه الزوجة تحمل في بطنها جنين في الشهر الثالث، فانصدمت تفاجأت ثم استأت، ولكني لم أستعجل تركتها في المنزل لحد ما وصلت للشهر الأخير ثم ولدت، ثم حملت هذا الطفل وضعته عند باب المسجد قبل صلاة الفجر، وصلى الفجر فقالوا: منزل. فقال: طفل عند المسجد، طفل. فقال لهم: أنا سأكفل هذا الطفل. فأخذ هذا الطفل ورد لمن؟ لأمه. هل فضحها؟ لا. هل ستر عليها؟ نعم.
قال له هذا اللي سويته فقط. قال له لا أستغرب بأنك تبشر بالجنة.